بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فالله خلق الإنسان وخلق فيه أحاسيسه ومشاعره وغرائزه وعقله وعواطفه، ومن الطبيعي أن كل هذه العناصر في داخل شخصيته تبعث على الكثير من المشاعر والأحاسيس والأفكار والأحلام والمخاوف والظنون، لأنها تتأثر بكل ما يأتي من الخارج. ومن هنا نجد أن الشيطان قد استطاع أن يستفيد من كل هذه العناصر الموجودة في تركيبة الإنسان، فيدخل إلى الإنسان في غرائزه وفي عواطفه وفي أمانيه وأحلامه ليوسوس له فيحسن له الشهوة المحرمة واللعب المحرم واللهو المحرم والعلاقات المحرمة، ويوسوس له فيجعله يحب من دون قاعدة ويبغض من دون أساس، ويخلق في نفسه الكثير من الهواجس التي قد تسيء إلى عقيدته وقد تسيء إلى مواقفه. ولهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نستعيذ دائما من الوسواس الخناس. الوسواس الخناس قد يتمثل في شيطان الجن عندما يدخل إلى أعصاب الإنسان ودمائه وغرائزه ليثير فيها الكثير من الإثارات التي تخلق في داخله الكثير من الوساوس، التي قد تكون وساوس رغبة أو رهبة، وقد تكون وساوس فكرة. وشيطان الإنس الذي يأتي إليك فيهمس في أذنك ويسمعك بعض الأشياء التي تتعلق بفلان وفلان، فيجعلك تعيش الوسوسة في علاقتك بزوجتك، فربما يثير في نفسك الشك فيها، وعلاقتك بأخيك فربما يثير في نفسك بعض المشاعر المضادة، وعلاقتك بقيادتك أو بالناس من حولك ليثير شيئا هنا ووسوسة هنا وشكا هناك وريبا هناك. هذا الدور الإنسان يصير حال الطوارئ. ولذا لاحظوا أنه مدى تأثير هذا الوسواس في شخصية الإنسان من خلال طبيعة آية سورة الناس. مثل سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. ليش جابها ثلاثة؟ حتى يوحي بقوة الله سبحانه، أن القضية بدها قوة الله سبحانه وتعالى. الله هو رب الناس، هو ملك الناس، هو إله الناس، إذن هو اللي بيحمي الناس. نحن كأنك تقول أستجير بالله
الذي هو ربنا ملكنا إلهنا، أستجير بالله من هذا الذي يجري في داخلنا مجرى الدم في العروق من الوسواس الخناس. الوسواس يثير الفكرة، يثير الشك، يثير الشبهة، يثير الغريزة في نفسك ثم يخنس. ما واحد يجي يحكي لك حكاية وبروح، ويجعل الحكاية تتفاعل في نفسك بس يشوفها أنها هاي الحكاية راح يعني تفقد أثرها، بيرجع يحكي لك حكاية ثانية وهكذا. وهذا أيضا الوسواس الخناس من الجنة والناس، الذي يوسوس في صدور الناس، في عقول الناس، في قلوب الناس، في مشاعر الناس، في أحاسيس الناس، وهذا من الجنة والناس. قد يتمثل الآن إذا أردنا هل في هالأيام أن نعطي مثل حي إنساني للوسواس الخناس، فهي المخابرات، أجهزة المخابرات كلها تثير الإشاعة، تثير الشبهة، تثير الشك، تثير الخوف، تثير القلق، تخوف ناس من ناس، تشكك ناس بناس، تفتن بين الناس. هذا كله، هذه كلها تشوف الناس الذي هلا أن تراقبوا هالناس بالمجتمع اللي بيحوكوا ويدوروا، يجي يحكي لك كلمة من هون، يروح المجلس الثاني يحكي لك كلمة، بالمجلس الثالث يحكي لك كلمة، وذيك كذا، وبيجو يعني بيثير هيك الأجواء، بيجعل المجتمع بعد أن كان مثل الماء كانت صافية بيجي يحرك الماء الكل عكره. ولذا أنتم تستطيعوا ترصدوا هذا الواقع في الواقع الاجتماعي، هؤلاء الذين يوظفهم الوسواس الخناس الأمريكي أو الوسواس الخناس الإسرائيلي أو الوسواس الخناس المحلي أو أي نوع في وسواس خناس. شو شغلتهم هؤلاء؟ شغلتهم إرباك مشاعر الناس، إرباك عواطف الناس، إرباك أفكار الناس، إرباك ثقة الناس ببعضها البعض، إرباك ثقة الناس برموزها وقيادتها بمختلف الوسائل، بالأكاذيب، بالإشاعات هذه. وهكذا من أمور التي يقال الوسواس الخناس أنه يشجعك على المعصية وينسيك التوبة. يقال أنه عندما نزلت في بعض الأحاديث عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، عندما نزلت هذه الآية إن الحسنات يذهبن السيئات، هاي مفسرة الحسنات بالإنسان يعمل السيئات ثم يأتي ويتوب إلى ربه ويصلي. كل صلاة إذا أتى بها الإنسان مخلصا لله، تائبا لله، منفتحا على الله، كل صلاة تذهب السيئات اللي قبل منها. بعض التفاسير تفسر هذا. يقال لما نزلت هذه الآية جمع إبليس جنوده، تعالوا يا جماعة احنا من الصبح لليل نشتغل نشتغل نشتغل، وإذا بمجرد حتى نوقع الإنسان بالسيئات ونخليه يعصي الله ويبتعد عن الله، هذا بس يجي يصلي، بس يتوب لله ويصلي ويرجع لله، خلاص بعد كل اللي كان التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فكل شغلنا راح بهباء. فمن لهذه الآية؟ مين اللي يدبرها؟ مؤتمر على أساس كل واحد يقدم اقتراح، كل واحد قدم اقتراح، قام الوسواس الخناس قال أنا لها. قال له كيف؟ شو بتعمل؟ قال له أنا أظل حتى أوقعهم في المعصية، فإذا أوقعتهم في المعصية سوفت لهم التوبة. أنت بعدك شاب هلا، فرفش بحياتك، استأنس، بعدين لما يصير عمرك 60 سنة 70 سنة بتتوب. ما في بعض الناس يحكوا لكم؟ قالوا شو بعدك شاب هلا، بدك تعمل لي هلا، بدك تصلي وبدك تصوم وبدك تحج ولا حرام هذا ولا تعمل هذا ولا تعمل ذاك، هلا بعدين، هلا مش وقتك هلا. فإذا أرادوا توبة أنسيتهم أو سوفت لهم التوبة. اليوم التوب، بكرة قال أنت لها. فإذا وسوسة النفس، وفي أيضا هم وسوسة من نوع آخر، وسوسة بالطهارة والنجاسة. واحد الآن حامل إيديه كأنه الآن تنجست إيدك، منيح تنجست،
خلطها بالماء وخلصنا. لا بده يقعد مره مرتين ثلاثه. واحد يجي يتوضا يقعد له يغسل وجهه نص ساعه، يغسل ايديه ثلاث ارباع الساعه. ليه؟ الله قال لك اغسل وجهك، واذا قمتم للصلاه فاغسلوا وجوهكم. هلا اذا واحد قال لك لما تفيق من النوم اغسل وجهك، انت الان مثلا تتلبك مثل هذه مثل هذه. لا تتصور اغسل وجهك بالصلاه بالوضوء غير اغسل وجهك لما تفيق من النوم. نفس الشيء تتلبك لما تغسل وجهك او تفيق من النوم تتلبك، لما تيجي من الشغل ما بتغسل وجهك نفس الشيء. واحد يقول لك اغسل وجهك، الله يقول اغسلوا وجوهكم وايديكم. شو بدك انت؟ الايد ملسة بس تيجي الماي عليها بدها تنزل بشكل طبيعي. وليش بدك تظل تفرك تفرك هيك هالماء؟ لشو؟ ليش؟ شو في مغاور وكهوف هيك بايديك حتى تدخل هالماي؟ انت الان بس تخلي الماي هون نزل بشكل طبيعي. ليش بدك توسوس؟ هاي وسوسه بالوضوء، وسوسه بالغسل، وسوسه بالطهاره. هلا اذا فرضنا البيت شويه، اذا ولد مشي بالبيت خلص نجس البيت، ليش تنجس البيت؟ على اساس؟ الولد اذا مشي هو رجله نسي ومشي على الارض طهرت رجله. نقدر نشبت هذا؟ شو في من قال يعني ابنك تنجس هذا؟ لا، هم بالماي بالعاب بالكذا يطهر. شو الطهاره؟ شو بدها؟ اغسل ايدك هيك ولو غصبا عليك، ايدك صارت بالبركه او صارت كذا طهرت بدون ما تقصد. ليه؟ الله يرحم المرجع السيد محسن الحكيم، كان مراجع الكبار، كان عنده احدى قريباته عندها وسواس بالطهاره النجاسه. فهو طالع صلاه الجماعه توضا وبعده بلل هذا هذه وسواسيه بابنها وكذا. قال تعالي خلى ايده هاي بعدها مبلله بالوضوء تحت رجل ابنها وخلاها على وجهه طلع يصلي جماعه بالناس. هذا واحد اجى للامام سلام الله عليه قال له في واحد مبتلى بالوضوء والصلاة، بعيد وضوء وبعيد صلاة وبكذا. فقال له هذا يعبد الشيطان. يا مولاي هذا رجل مؤمن تقي ورع. قال قل له من أين يأتيه هذا؟ يقول لك من الشيطان. الله يلعن الشيطان، ما بيقول واحد هذا؟ فإذن هو عم يطاوع الشيطان. الشيطان يمكن بعض الناس ما بيخليه يترك الصلاة، لكن بيجي من الوسوسة. هذا هم شغل الوسواس الخناس. كذلك الصلاة، واحد يقعد يصلي يظل نص أول هذا يقرأ الفاتحة، يقرأ شو لما هيك بده يقرأ الفاتحة بتلبك كيف يطلع كذا. أنت هلا لو فرض كنت بمجلس أسبوع وقالوا الناس الفاتحة بتتلبك تقرأ الفاتحة؟ كل واحد منكم هلا ما بيقرأ الفاتحة؟ للزواج بيقرأ الفاتحة؟ هاي نفس طريقتك بقراءة الفاتحة أنت وعم تقراها، عم تقراها الآن لما وقت أسبوع وقت زواج وقت شيء لما بيقروا الفاتحة، هي الطريقة اللي بتقرأ فيها الفاتحة برا وقلاها جوا ما في فرق أبدا. ليش لبك؟ لا بظل بده هم يحكي هذا يعيد الكلمة. والله ما عرفت أنطق، واحد بيقول الله أكبر الله الله ولا شو الله أكبر ولا هلا لما انتهتفوا واحد يصير تصيح تكبير، واحد يقول الله أكبر تتلبكوا ما بتتلبكوا؟ هم نفس الشيء بالصلاة هيك. هذا وسواس الشيطان. الله هيك أعطانا أمور طبيعية، اغسل وجهك اغسل إيديك امسح راسك، شو بدها المشاكل؟ هذا صلي اقرأ الفاتحة، اركع اسجد قول سبحان ربي العظيم وحمدي، قول سبحان ربي الأعلى وبحمدي، قول الله أكبر بشكل طبيعي جدا. فإذا يعني إحنا بعض الناس عنده غيرة على الصلاة وعلى الوضوء أكثر من الله سبحانه وتعالى. الله بيقول لك أنا بقبل منك توضأ كيف مكان، إذا صرت وسواسي صلي كيف مكان، اغتسل كيف مكان، طهر كيف مكان. قل لا كيف لك أنا، أنت طاوعني إلي وأنا بقبل. لا شك لكثير الشك، هذا أنك إذا كنت كثير الشك أصلا ما إلك شك أنت، لا تعجل لهذا الإنسان. هذا هاي كلها من وساوس الشيطان اللي يخليك بدل ما تتوجه بقلبك للعبادة
بدل ما أنت تنفتح على الله تتأمل بمعاني الكلمات، تتأمل بالوضوء لما تتوضأ مثلا، اللهم تقض وجهك، اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه ولا تسود وجهي يوم، لما تغسل ايدك بدك تشغل نفسك، اللهم اعطني كتابي في يميني، لما تغسل ايدك اليسرى، اللهم اعطني كتابي في شمالي، لما تمسح على رجلك، اللهم ثبت قدمي وقدم والد، بدل ما انت تعيش جو روحي بالوضوء. واذا انت بلبك حالك كيف انك بهالسنتيمتر تطلع تدخل له الماي، وكيف هالسنتيمتر هذا الان في بعض الناس لما سمع بانه لازم انه من الاعلى الى الاسفل شو سوى؟ بده يجيب مسطره، انه خلص يكون يجيب على السنتي هيك، اول شيء يكون يرسل فوق ما بس ينزل تحت، مرة ثانية هيك، كيف واحد يعمل مسطرة بهالشكل بنزلها هيك، شو بدها لبكة، اغسل وجهك كيف مكان هذا، هي كلها وسوسات بعض الناس. هو هي حتى بعض الناس لما يتعلم من بعض أشخاص يعلموه الفقه هم يعلموه يلبكوه بالاحتياطات وبالكذا، هذه أشياء الله ذكرها. فعلى كل هذه وسوسة النفس غالبا، في وساوس تتعلق بالخلق وبالكذا. الله يقول احنا هذا الله الذي عالج القضية من جانب آخر، يقول أنا أعلم ما في نفسك، الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، يعني مش بس نعلم الظاهر، نعلم كل وسوسات النفس، كل هواجس النفس، كل الأحلام، كل الآلام، كل الأشياء بنعرفها. يعني أيها الإنسان أنت مكشوف أمام ربك، ما في شيء مغطى. لما بدك تفكر، لما تتمنى، لما تخطط في نفسك، اعرف الله ترى عم يلاحق تفكيرك، عم يلاحق مشاعرك، احاسيسك، نبضات قلبك، خفقات مشاعرك، كلها الله عم يلاحقها. ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، هذا حبل الوريد هذا قديش قريب اليك انت؟ احنا اقرب. فاذا الله مش بعيد، مش تقول وين الله بالسماء بعيد عنا، لا، الله اقرب اليك من حبل وريدك. شوفي القصة، إذ يتلقى المتلقيان، نعم، في ملك الحسنات وملك السيئات، يتلقوا كلماتك، يتلقوا أفعالك، شو بتحكي من الصبح لليل كله يتسجل. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني رقيب حاضر، كل شيء مسجل. لهذا لما تكون بالبيت، لما تكون بالشارع، لما ريت تتحدث عن الناس، لما ريت تحكم بحكم، لما تغتاب شخص، لما ريت تفتن بين شخص، لما بدك تسب مرتك، بتسب ابنك، بتسب جارك، لما بدك تتهم الناس الطيبين، عندما تتحدث عن الأشياء، عن المواقع الكبيرة بطريقة، أعرف كلها مسجلة عليك. ما يلفظ إمام علي عنده فد لقطة حلوة بهالمسألة، شاف واحد بيحكي كتير ما بيراقب حكيه، قال يا هذا إنك تملي على كاتبيك كتابا إلى ربك. تعرف شو عم تعمل؟ عم تبعث كتاب مكتوب لله. لما بتكتب مكتوب لله أعرف كيف تكتب. هل مثل واحد يكتب مكتوب لله أول شيء أصبح الصباح، يقعد مع مرته، حلك تركك أبوك أمك كذا، انكتب هذا بالمكتوب اللي يروح لله سبحانه وتعالى. أيضا لما تغتاب انكتب، لما تفتن انكتب، لما تحكم على إنسان بغير حق، لما تتكلم عن إنسان بغير حق، كله بينكتب. وينكتب شو؟ أنت كأنك تقول أيها الكاتبان الموكلان بي اكتبا كلمة المسبة، كلمة الفحشاء، كلمة البذيئة، الكلمة الظالمة،
الكلمة الفاتنة وهكذا. أفلح من رفع صوته بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. زين، انكتبت هاي الأشياء بعد ما انكتبت شو في وراها؟ أنت عايش مرتاح بالسهرات، خصوص سهرات أيام ليالي الشتاء، بتروح وتجي تضرب الأرض بقدمك، ترفع كتافك، أبو فلان أنت مسؤول بهالمنظمة، مسؤول بهالحزب، مسؤول بهالحركة، مسؤول بهالجماعة، وكلها أبدا عندك كم واحد حواليك يرافقوك، أبدا شايف حالك هذا وماشي الدنيا ما بتساعك. بعدين وجاءت سكرة الموت بالحق. وين فلان؟ فلان يحتضر، يجر أنفاسه في سكرة الموت، غافل عما حوله. وذلك ما كنت منه تحيد، كنت تحيد، يقول لك في خطر هون، في هلاك هون، في كذا، بتحيد وتهرب. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ومتت ودفنت وانتظرت ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، اليوم الذي توعد الله به عباده. بعد محكمة، ما يصيحوا محكمة هنا، هناك أيضا كذلك. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، وقفوهم إنهم مسؤولون. يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. وجاءت كل نفس معها سائق شرطي، الملائكة بس يصير، ما واحد يصير شرطي هيك يمشي مشي قدامه هذا، وشهيد يشهد عليه ماذا فعل. لقد كنت في غفلة من هذا، كنت ناسي غفلة. يذكرك واحد لله، تقول ليوم الله بيهون الله، تنسى الله. بعض الناس حتى لما عم يشتغل باسم الإسلام، عندما يستغرق في عمله ينسى الله. بعد الإنسان اللي يذكر الله دائما، بيحسب حسابات كلامه، بيحسب حسابات أعماله، يحسب حسابات علاقاته، لا يقدم رجلا ولا يؤخر أخرى حتى يعلم أن ذلك لله رضا. لكن الإنسان لما يستغرق بشغله وبعمله وجو المسؤوليات وجو العصبيات، بعد يتحول الموقع اللي هو فيه إلى صنم. يعني إحنا نعتبر أن التنظيمات الإسلامية اللي تصير إنما هي طريق إلى طاعة الله، طريق إلى تقوى الله، طريق إلى الالتزام بالله، ولكنها تتحول في كثير من حالات إلى صنم يعبده ويترك الله. إحنا قد يصير بعض الحالات أحزابنا ومنظماتنا وجمعياتنا وكلها تتحول إلى حالة عصبية، تتحول إلى صنم يعبد. بعد مش المشكلة أنه الله يرضى أو لا، المشكلة لا، الحزب يرضى أو لا، الحركة ترضى أو لا، المنظمة ترضى أو لا، العشيرة ترضى أو لا، يصير صنم نعبده. هذا يعني يبدأ الإنسان بسم الله وينتهي للشيطان، لأنه غفلة. الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. قل لازم الله هيك يشرق دائما في عقلك لما تفكر، يشرق في قلبك لما تتعاطف، يشرق في حياتك لما تتحرك. وهذه أيها الأحبة، واحد بيقول الله ليش لبكنا هاللبكة 5 صلوات باليوم، صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ليش؟ ومستحبات صلاة الليل ليه؟ صلاة واحدة. لا، الله بده يعمل لك حزام من التقوى. الصبح قال لك اذكر الله، الله أكبر،
حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، وبتفيق من النوم وتقول أصلي قربة إلى الله، تذكر الله وتبدأ يومك مع الله. يجي الظهر من الصبح للظهر نسيت، مع أشغالك مع أعمالك بالوظيفة بالشغل بالعمل نسيت الله. أيوة تجيك الله أكبر، دق الجرس، بس جرس إلهي، تجيك صلاة الظهر، بعدين العصر، بعدين المغرب، بعدين العشاء، والنوافل هون وصلاة الليل هون. يعني كل ما بدك تهرب الشيطان ياخذك من جهة، الله برجعك إليه. هذا معناه أنه ليش كانت الصلاة عمود الدين؟ لأن الصلاة بتذكرك بالله دائما، كل ما بدك تنسى بجرك. هذه قصة الصلاة فيها هذا. لذلك الإنسان دائما يكون ذاكر لله، لا يغفل، مش تذكر بلسانك، اذكر بقلبك. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر. أن يشغل قلبك بالذكر، قلبك بالذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. هيك. فإذا لما الإنسان ماشي يوم الحياة أشغاله أعماله مشاكله، بيوصل تجي الصدمة، لقد كنت في غفلة من هذا، كنت أعمى القلب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الآن عندك بصر حاد، يعرف الأشياء من بعيد. يجي وقال قرينه، بعض الناس بناءوا هذا القرين لقرينة، فالجني جنية يكونوا مع الإنسان، هذا لا، قرينك صاحبك، قرينك صديقك، هذا الذي يظلك. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ليتني ما اتخذت فلان صاحب وصديق، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. لما توصل لحديتها ما بيعرف. وقال قرينه صاحبه هذا ما لدي عتيد، ويأتي النداء من قبل الله، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير. هذا الذي إذا شاف الناس تعمل الخير وهو ما بده يعطل عمل الخير، معتد على الناس، معتد عليهم في كراماتهم، في أعراضهم، في أموالهم، في دمائهم، مريب، ليس مفتوح القلب وليس في خط اليقين بالله سبحانه وتعالى، الذي جعل مع الله إلها آخر، سواء جعل مع الله إلها آخر في الألوهية أو في العبادة أو في الطاعة أو في الخضوع، فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته، ما أنا، ما لي شغل أنا، صحيح كنت صاحبه كنت صديقه، كان يمشي معي كان يطاوعني يتبعني، لكن هو مش مليح، أنا ما يدخل كلية. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، هو مش مليح، أنا شو دخلي بالموضوع. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي، كلمة الله كلمة، المغفرة كلمة، والعذاب كلمة، ما بتتبدل. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ويوم نقول لجهنم هل امتلأت، هاي هنا يقول بعض الناس يقول الحق مع الأكثرية، لا، الأكثرية بجهنم، لأنه باعتبار الأكثرية تتبع شهواتها، تتبع أطماعها، تتبع غرائزها.
يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول لا في مطرح بعد مهما كثروا، وتقول هل من مزيد. هذا الفصل الأول. إذا كنت سائرا في الظلال البعيد وأزلفت الجنة، ما يحتاج أنت تروح، هي تتقرب إليك، قربت. وأزلفت الجنة للمتقين الذين أطاعوا الله فيما أمرهم به ونهاهم عنه، الذين أخلصوا دينهم الحق لله، والذين عاشوا الحياة في خط المسؤولية، والذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب، لكل من آب إلى الله ورجع إلى الله، منيب منفتح على الله، مخلص لله بقلبه، من خشي الرحمن بالغيب لأنه أدرك الرحمن بعقله وقلبه وجاء بقلب منيب مطيع لله. ادخلوها بسلام، وتحيتهم فيها سلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها. شو بدك؟ ولدينا مزيد. أي خيار أحسن، هذا الخيار أو ذاك؟ الله سبحانه وتعالى يقول لا يستوي أصحاب الجنة أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والحمد لله رب العالمين.